بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. آمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صيام أيام البيض 13 و14 و15. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. اللهم صل على نبينا محمد. يقول المصنف رحمه الله: باب صيام أيام البيض 13 و14 و15. تقدم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن عمر لما أخبر بأنه يصوم رضي الله تعالى عنه صياما متواصلا، بيّن له وندبه صلى الله عليه وسلم إلى أن يقتصر على صيام 3 أيام، فقال له صلى الله عليه وسلم: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ وقال صلى الله عليه وسلم: 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، أي صيام السنة كاملة، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام 3 أيام فاز بأجر صيام 10 أيام، وبالتالي يكون بهذا قد صام الدهر كله. ثم في هذا الباب بيّن أفضل ما تكون فيه هذه الأيام 3 صياما من كل شهر، وهو ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من صيام الأيام البيض، وذلك أن الأيام البيض أيام ندب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى صيامها، ولم يأتي فيها حديث في الصحيحين، إنما فيها حديث أبي ذر وغيره في السنن والمسانيد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم 13، يوم 13 واليوم والرابع عشر والخامس عشر، ولذلك ترجم المصنف رحمه الله ولم يذكر حديثا في هذا الشأن، لأنه لم يأتي حديث على شرطه رحمه الله، فقال: باب صيام أيام البيض. وسميت أيام البيض لأنه في لياليها يكون الليل قريبا من النهار في الإسفار والإضاءة، ولذلك قال بعضهم إن تسمية هذه الأيام بالأيام البيض غلط، لأن الأيام كلها بيض، وإنما الشأن في ليالي الأيام البيض، في ليالي الأيام، فإنها تتميز بالإسفار لظهور القمر واكتمال البدر الذي به يكون الضياء منتشرا، فتكون هذه الليالي ليالي بالنظر إلى بقية ليالي الشهر ليالي تكون ليالي بيضاء، فسميت الليالي البيض. وتسمية الأيام بالبيض أمر قريب، ولذلك بعضهم قال: التقدير صيام أيام الليالي البيض، لكن في هذا يعني نوع من التكلف، والأمر في هذا قريب. فالأيام البيض هي الأيام التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر، وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب، وهي يوم 13 و14 و15. هذه الأيام هي الأيام البيض التي ندب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى صيامها، وصيامها مستحب بالإجماع، لا خلاف بين العلماء في أن صيام الأيام البيض مشروع، وأنه يؤجر عليه الإنسان، لم يرد فيه أجر خاص، بمعنى أنه لم يأتي في صيام الأيام البيض كما جاء في صيام عاشوراء من تكفير الذنوب، وكذلك في صيام عرفة،
إنما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامها وندب إلى صيام 3 أيام، فإذا فعلها الإنسان كان موافقاً للسنة. وقيل في علة تخصيص هذه الأيام بالصيام أن هذه الأيام يكون الإنسان فيها متأثراً بسير القمر، حيث إن قرب القمر من الأرض له انعكاس في ظاهرة كونية، وهي مسألة المد والجزر والفور أو الفوران الذي يكون في الإنسان من حيث مجاري الدم في عروقه. ومعلوم أن توسيع مجاري الدم يمكن الشيطان من التأثير على الإنسان أكثر منه عندما تضيق مجاري الدم بالصيام. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام وندب إليه لما فيه من تضيق مجاري الدم على الشيطان، فالشيطان لا يؤثر على الإنسان حال صومه كما يؤثر عليه حال فطره. ولهذا ينبغي أن يستشعر مثل هذا المعنى فيحرص على صيام هذه الأيام، لا لأجل هذا التحليل الطبيعي بل لأجل أنه سنة نبوية، وإنما يذكر التفسير الطبيعي لمثل هذه النصوص من باب بيان الحكمة في التخصيص، والله أعلم بشرعه وبأسرار فرائضه وحكم تشريعاته، لكن المؤمن يتلمس العلل. وما من شيء يشرعه الله تعالى في الخاص والعام وفي الفرائض والنوافل إلا وله فيه حكمة، ما في شيء بدون حكمة. لا بد أن كل ما يقضي به الله قدراً أو شرعاً لا بد له من حكمة، لكن هذه الحكمة قد تظهر لنا فنزداد بها يقيناً وتطمئن قلوبنا، وقد لا تظهر لنا فنقول سمعنا وأطعنا آمنا وسلمنا. فما من شيء من شرع الله عز وجل ولا من قضائه وحوادث كونه إلا وله فيه حكمة، فهو الحكيم الخبير جل في علاه. يقول الله عز وجل في مشيئته: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليماً إيش؟ عليماً إيش؟ حكيماً، أي كل ما شاءه فهو مقرون بعلمه وحكمته سبحانه وبحمده. وما شاء يشمل كل ما يقع في الكون من الحوادث وكل ما قضاه الله وقدره. وأما حكمته في شرعه فقد قال جل في علاه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فأخبر بالإحكام ثم ختمه، أي ختم الآية، ختم الخبر بذكر حكمته وخبرته جل في علاه. كتاب أحكمت آياته يعني أتقنت إتقانا تاما لا يعتريه نقص ولا خلل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إضافة إلى هذا الخبر بالإتقان ختم الآية بقوله جل وعلا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، أي بينت ووضحت من لدن حكيم خبير. هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله من طريق أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: أبو هريرة أوصاني خليلي، أوصاني أي عهد إلي. فالوصية تطلق على أمرين: على الأمر بالشيء والإلزام به، وعلى التلطف والشفقة في التوجيه، فهي تطلق على العهد وتطلق على الأمر وتطلق على ما يتلطف فيه الإنسان بغيره ويوجهه إليه شفقة به ورحمة. ولذلك هي من الألفاظ المشتركة في هذه المعاني كلها، فقد تأتي الوصية بالأمر، وقد تأتي الوصية بالعهد، وقد تأتي الوصية فيما هو توجيه وإرشاد بلطف ورفق. وهذا الذي في هذا الحديث هو من النوع الثالث، فقوله أوصاني أي أرشدني ووجهني، فليس هذا من الوصية التي أمر الله تعالى بها أمراً ملزماً كقوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فتلك وصية لازمة للأولين والآخرين، لا يجوز لأحد أن يخل بها. فالوصية تأتي في الأمر اللازم الذي لا بد من الامتثال له، وتأتي في الأمر الذي يوجه إليه على سبيل الإرشاد والندب والحذر
والترغيب، وهذا المذكور في هذا الحديث هو من هذا النمط. أوصاني خليلي أي أرشدني ووجهني وندبني إلى ثلاث، أوصاني بثلاث. وقوله خليلي المقصود به سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين عظيم ما في قلب أبي هريرة من محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ إنه بلغ في الحب أوجه وأعلاه ومنتهى وهو الخلة، فإن الخلة مرتبة هي أعلى درجات المحبة، وهي فيما يتعلق بالله جل وعلا لها نمط ونوع، وفيما يتعلق بالخلق أيضا لها نمط ونوع. فمحبة المؤمن لأخيه